قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إن نسبة تنفيذ مشاريع التمويل الأصغر لا تتعدى 4% رغم الأموال الكبيرة المرصودة للمشروع. وأعلن البشير خلال الاحتفال بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتمويل الأصغر في مدينة الأبيض اليوم الاثنين، أعلن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر وتخفيض الفائدة على المرابحة إلى 5%. كما انتقد رئيس الجمهورية المشير البشير نظام المرابحة في المصارف ووصفه بأنه أسوأ من أي نظام ربوي. وقال الرئيس البشير إن النظام المصرفي بالبلاد لا يمكن تسميته ربويا ولا إسلاميا. ووجه البشير بنك السودان المركزي بسحب أموال التمويل الأصغر من أي بنك تجاري لا ينفذ نسبة 12% المخصصة للتمويل الأصغر في المصارف، وشدد على أهمية التدريب والتأهيل حتى يتمكن صغار المنتجين من إدارة مشروعاتهم. لأنه يا جماعة ما أي زول تدي قروش تقول له مش اشتغل، ما العلة فقط القروش، العلة الأساسية هي إمكانية أنه يدير العمل بتاعه ده وينجحه، لأنه الهدف ما اشي اللي قروش يفوت بيها، الهدف أنه أنا عايز أحوله إلى إنتاج منتج، وحيتحول لمنتج صغير وحيتحول لمنتج متوسط، وهذه بعضهم يعبر ويبيع منتج كبير، وايضا هو ذاته يستطيع انه يولد فرص عمل لكثير جدا من الاخرين. فاحنا عايزين جامعاتنا يا مع الاخوه الوزيره تصمم دورات تدريبيه قصيره الاجل، اسبوع اسبوعين في اداره الاعمال الصغيره والمتوسطه.